الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وعين كاد الله يخطبتي جمعيه هراء عليسك إلا دهيقف كين وقاد مسؤولية قوت وحانا إن الشاقني أحاديث تربدا ومسردا سكسوا أرورتي وحانا أدلة سياية المامة ساعة قفك مسؤولية داسي قادة إحلك عنك صابحين حق يدي واجب كيدنا عن قدا أما بس النفتي سيبا يكو هلاك سنتوا يكو فتنودو وإلهي سبحانه وتعالى مسؤولية دو يكفو قيسو وصحي قادة شد دارت آخرنا يكمشقول إسو قفك سينو يهي قف مروغا يسو قيسو في الآخرة وإنها خزي والندامة يوم القيامة سوري النبي عليه الصلاة والسلام وهوغ يمرغ مالك قيامة ما أنت بإذن الله سبحانه وتعالى وحين تلمامي دون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يكور رميسا عن حكم طلب الإمارة مدحتني ماذا نوع عاصية هالستا أي عليس كاله قفكو يساقو إنو دونتو أو دالبادو إلى هذا مدح الله يقدقو أما دادك هوا يديستو هاي إلى هذا الدورتا أما دادك مدح دا هوا تقو وهو يديست مسؤولياتك إيا مناسبتا يا هيان إنه يحوق ديباني. بخاري مسلم وحوريا عن عبد الرحمن بن السمرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن بن السمرة لا تسأل الإمارة. عبد الرحمن بن السمرة إمارة إيا مدحت نمو هدونن أمير هل يقدقنا هورن فرينت نوع عاصية يا أمر كاسوامدك سعودة قف كستوه مسلمة وليس خاصا بعبد الرحمن بن السمرة صحابي قامدك قارانا معها رسولك عليه الصلاة والسلام والسبب يوحي إلي فإنك إن أتيتها عن مسألة وكلت إليها هذه مضحتني مدي لقودي بي مسؤول يدي ضلبك ضلبتي يسوى شهد الدرادة ولو قلت لها صارانية هذه هي تاكتا هي تمرتا أيو إلهي كوغورانية أنا هذه هي الدونتا أود هذه تاكتا هي تمرتا كقبح عليس كيدا هي واجبات كيدا هي مسؤولية دينا بمعنى لا يعينك الله عليها إلهي سبحانه وتعالى كو كالمين ماي حق إلهي كالمك السوقي ميسمر هذا هو الدونتين أدعو عليس كيدوك وإن أتيتها من غير مسألة وعنت عليها هذا اللي قول الصوت دونته واللي قول قرته وهذا اللي هاي صفات كيية المامه هذا واجب كيدوك قدن كريسي ومارك اللي قول قرتينا هذا أقبشه هذا يقول آمن كنفت هذا وإنه كفت نوده وهي كولا بضان تهي إنا الدين تهذا كافتنين هاي حالة نوع عاصية إلهي با سبحانه وتعالى كوك هالمين ايه ويادقوا ما دونا والقول صوت دونت قارنوا بين هذا الحديث وبين الواقع أيها المسلمون اسقرب ديقى حديث كا إيا واقعة تدك ماذا احتني ماذا وارضة هير كي دوني سبها قارسي سناتي انت بضان واكوا كفشل ميين واركينو وح الله لي وحي هاي بلن قادين بدن كودي عن الارك هاي ويقال لفتود ومرد حاي كسو نقون ايان لأنه ميهل إلهي كالمديسي عون الله با كمقان إلهي كالمديسي قف إلهي كالمديسي كمقان تهينا تاي الرقي ماي قيت كان قاري ماي صحابي قال أبو موسى الأشعري سنوحي أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين نبي قايان ويمي يضي إلى السعودان
لبنين وكم إذا قبيلة يدا أشعريين تلعضوا أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي من دين عميدك بيقص عدي من دين عابده فكلاهما سال لبدو دبر رسولك عليه الصلاة والسلام أيه ويديستين إنه مضح كردقه وميل وأمير وقردقه مقعابه فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس أبو موسى وكن يديسي عبد الله بن قيس ومقعيسي وما حيوحني ووحنا أدونا كل صعتاوي لمن كان مضحتني مضون كي أدلا صعته أدونا متناد كل صعتا. قال أبو موسى رضي الله عنه قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وحن كدارتي الله حق كل صعد رأي وحايد دون يين الدمع عود يقر شهد وها أني قيمي شيقين يقال أمناني تشن معنى يدو حوانو كل مسعون وما شعرت أنهما يطلبان العمل من أوقين من الدرين سنين إني من كاسي مدحتني مدمع وكاية ومدحتني ما يدوني فقال النبي عليه الصلاة والسلام رسولك وحيري لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده أنه عمل لذا مسؤولياتك الرماها إلى سبحانه وتعالى وتلدو ذا نودي بي ومدي من أمنا مقعونه قف صدو انتي سوى ويريها اللي قدقى مضح صارتوا محي ولا من حرص عليه سرواتك لك التمي يمد كده دالي طورا مرهدو كده دالي حال ذاك ومرا حق الدمائن كشاك الدون موياني وحي أبداً تهي إنو اللي فيه إيسا مدحتني مدى أدون أيو مدحتني مدى شعيلين وهيو وعليس كيدا إياها الاستيد إيا مسؤولية ديدا آنو قران أما قران أيو إلو سين أيو إسنافين أيو وحي أبداً تهي إنو مدحتني مدى مقعيد إيا ماموس كيدا إيا مالك إيا حولها لغوها لو مدرات سنة إيا باد الدون وكترين إياه كهدي لو ديبنا وحد ضيع ما يسمى صالح دي الدنيه قود الدينات هي الدنيا با ومضوا إلى هيت ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن لبدي إنن صدح نباهين أبو موسى يا لبني نوكوليس كوريريين لبدي رسولك أفكى ولب حيري مضحنا قدك رسولك عليه الصلاة والسلام وحبه ومديبن وانو الشاقي صوابته وسواش ودا اوجد بحبوك دي بواي ابو موسى الى الله قال له انو كل مسعون من الدون هين يقو ان الدون هين ما اوجين ايو رسولك عليه الصلاه والسلام مقعاب اورد يمن تكو كور يمن تكو فرود بو ديري معادي من جبل يمن تو قوي او ديري ايو رسولك عليه الصلاه والسلام كدب جاي حديث كان مسلم باكوري بخاري باكوري صحيح اسم حوت المام يا رسولك عليه الصلاة والسلام مسؤولية ده كسارا ومدى مسالح ده عدى مسؤول كنقون إيسا عدى الرمية ده مامول إيسا سوني محمد عليه الصلاة والسلام وقصوا بحي وقف إنو اللي إسلاي هاي لفيه سمد احتني مودون إياه يا وحياباك لا كفر عما إنار رسولك عليه الصلاة والسلام أبي بكريم وحا مسلم وكوري الصحيح إيسو نبي يقول الله هذا الصحابي اللي ورن جري أبو ذر أبو ذر وصحابي آدوا فضلي بضن والنبي يقول عليه الصلاة والسلام ويريه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من ذي لهجة من أبي ذر سمضوا ما يهرين للكنا مقاد ننكرهم بضن صحابي اللي رد أبو ذر أبو ذر كان زاهدا في الدنيا لأن الدنيا آل وقساهد سبوها حتى مذهب قارو صحابة كالآن اللو داقين بقبي وأورا رأي قفك حولها إيما الأدوية قبي قود موحو كهي سنكرا انت ومركا استعمال كود وبهين هذا بقول دولار هاي صو وما انت طبعنا يكوكو في لين سقعش عن كلابين بحيسا واجب كوكوها هل كاسو الأدوية كتاقنا مركي أرنت نوع عصية لقلها الله
وكي مدينة بكبحي وميل ربذا اللي راهدو عدلاء وعيل بيودو كيالو هل كاسو اسكتكو اسكتكي أبو ذربا رسولك عليه الصلاة والسلام ويمي قال قلت يا رسول الله لا تستعملني وحن رسولك إله يو مدحتني ماذا يا مامو لدى إلهي وكو ديبي ميانا دو حبي يقدي بهنو ميالا ميانا مدح يقدي هاي فضرب بيدي على منكبي رسولك عليه الصلاة والسلام قربك يقدر باحبول ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة أبو ذر ضعيف باطح حق إيمانك ضعيف كتاهمها حق أقوانت ضعيف كتاهمها حق حق هي أود تشليد ضعيف كتاهمها أنت منا ضعيف كما هنا أبو ذر لكن أبو ذر سين الشاقني كان زاهدا في الدنيا وحامداني أدوية قيمة الله هاي قفاني أدوية قيمة الله هاينينا الرماها أدوية إذا كما سالح دودا كحر أنت هاي حلوين اسكا ساري مايو كشقين مايو قيم والله والله هاي سكا نختار ذاتك إن الله سمايا إيو قريا إي قلان إيو ميلا إي بيا كعبان إيو وحاسوا أدوية سيا قيم والله والله مرقادين مسؤول لغا ديكو سيدان إي سيا قيم والله هاي أيوم بوارك يا إناني ذاتكنا وحبضان وطرهاي ولهذا ما قبان إيو مصالح دي أدوية إي أهيد قفك مضح دي نقرته وإنها مركوات أدو ضعيف باتها والنبي وإنها أمانة إيدنا وأمانة وإنها يوم القيامة خزي والندامة مالك قيامنا وهوب يمرق إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها قف حق يدك صباحي واجب كسارة مركو ومضى مضح بالنقضة قتي واجب كسارة هو إننا واجب كالدينة دوية نكرر هذا ولا نزال نكرره نكوع العلنين سيقف كستوه مسؤولي ومقله وهي ما أنت تتكين بدل ما نكو هذا وحق الشيء هذه هي ذاتك مسؤول ونقضان إيا مضح إلا ذاتك الدنيا دون مسؤول كيهين وذاتك الدين تودا وناك إلا فرع حمانتا إلا قرر دينتا إلا برع منكراتك إلا لدك الله قوبها الدينتا إن كرلوق هذا ما أنت يلقوها لي قوبها الدينتا اسكولك إيا مدرسة دا اسقرب لك أيهما أولى كوديبا مضان من الدنيا لغو برانايا من الدين بلغو برانايا ولا شك الدين تو إني تايوحا لقرب لك كرين الدنيا تدك مضحدة هاي وحيا ميسين إن اسكولك مسؤولية دا كسارن تاي باسمه إيسا مشارك معلمين تيسا هقاتشين تيسا لكن أين الأماكن التي يتعلم فيها دين الله iyaga masuuliyadooda ma aha waa shaqada wadaadada weey iyagu waxa uu raadiyaan oo hadhisan iyagu mushaara siyaan wali baana ku eed lahayn waddana la oranayo dadkii bay lacag ka qaadayaan waddan maxay sameeyaan dadku wuxu dhigistooda meel iska deyn xaal sameyn doona ila cidi waajibkeeda ay ahayd waajibka way dayaceen waa bay dadaleen taagta in loo mahadna qol dhiri galiyo ayay ahayd waajib madaxda saaran ويقوى إقبتين وي يفر الله ورنكرو ويكرر دين مركا قف حق هذا كو قمي وكو كعي واجب يكسرانا قتين بوياني قف كستوك الله مضح نقضى وحاسوك يهوك يمروك سوك يستمر النبي عليه الصلاة والسلام مسألة كصاب سنطلب الإمارة إمارة قفكم مضح تنمين الراديو العلم ورحمة الله عليه بحكم كأي الله هذا ويسكو خلافا أركض واحد هذا وحاران حديث تماري دلشدين كوكل أنا واحد هذا وجاي سوا بنان تاعي لكن قف كبير لي وبنان تي يجي لفتود مقف والبا مايا وقف كله ودي أمانة دي وبهنت إسلام أركا قصد كي سيا مراد كي سنا وياهي مركو دارنا يوم إنه إصلاحي وهاجاتيو ودك الدين تو الدين تو دي أديو ذا بكر وقاضو إسلام أركا يسقون إسقيم يوم إنسان كيس صاري، وهاي أولاد بدتي ويران مركو إسقيم أي، إن أنا الدين تيس كفتنا هاي، آخر هذه السنة أنا فسهدين هاي، أو إسقابي كرفتنا كده، يشرك كده يدي بعثها أي لا هذا كاس إكارليا، ولما قاركون التفصيل بالجليان، وحالتنا وبنان تاي حالتنا ما بنان بيرادين،
culimada marka tafsiilka gelisay xukunka masalada kala qaaday waxay dilishadeen biidin illahi subxaanahu wa tacaala khudbada labaad baynu ku sheegay aquulu qawli hada wastaqfiru llaha lii walakum alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله إلهي كتاب كي سوي حكولي سوك ورمي نبي الله يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم كيد كراشين كمضح يقدر يقبولي سوك الله اللي أنك ماشا مضح ذكاها وهي الله وصفان ليها هي واجب كان كودا كرو مذي واقون midina waa amaano wixii lay dhiibaan ku xifdin karo oo aan ku ilaalin karo culimada qaar waxay u dalishadeen aayadaas qofku inuu madaxtinimo dalbi karo oran kara meesha madaxa layga dhigo waxaa la mid ah xadiidka waa abu daawuud wariyay min xadiidi cuthmaan ibn abi alcaas annahu qaala linnabiy ij'alnii imaama qawmi rasuulku calayhi salaatu wasalaam u yimi markaasuu yidhi waxaad iga dhigtaa tolkay imaamiga dhig bal anta imaamuhum rasuulku wuxuu adiga imaamu ah imaam baan kaaga dhigay waqtadi bi adcaafihi markaad tukinaysana kooda u taagta darari sida uu xamili karo u tuki oo taagtaada tolka ah ugu talini iyo kuwa xooggale taagtooda ugu talini ka u taagta daran qaabka danta uu xamili karo ugu tali xadiidkaana culimaa masalada u dalishaday qowlka saxdi haddaba wuxuu yahay إلا النبي يقول لا تسأل الإمارة بليه ما تحتني ما هضلب ودي دار انت سين للضلبه حديث كلنا وهذا ركت وهذا ما قشع لبدا دليل يكو لم يتكا يا دلا سلا سوا فتشنيه حل سوا فتشنيه لرا أصل كو حويه قفكو إن أنا ما تحتني ما ضلبين هل يراه دوا حاران أم هو مكروه تلا يراه دوا ويا علاس كيدي بتطلع إلا ده يوجد يا رادين تا ورادين يا بعد دون كوجد شرو iyo dadaalka uu ku dadaalayo calaamad waa inaanu garanayn halisnimadeeda iyo inuu lafihiisa u doonayo ee aanu ahayn mid danta umadda u doonayo madax inuu noqdo ka talinaya asalku waa sidaa laakiin xaalada gaara jiro adiladan lagu fasiray qofku madaxtinimada uu dalbi karo xaaladaas waa kuwe hadduu og yahay mansibka iyo madaxtinimadaasi aqoontay u baahantay isaga mooyaan cid kale inaanay garan ahayn isla markaa naftiisana uu u badinayo inay waajibkaa gudan karto xaqeedana ay ka soo bixi karto diintana aanay kaga fitnoobahayn si ummadda maslaxad lamid jaahila haddii loo dhiibo arrintaasi way dayacmaysaa isaanay u dayacmin xaaladaasoo kale u dalbi kara bay dhahay markuu isagu sifaadkii leeyahay kelidii ama cid kaloo hawsha u diyaaro ka soo baxaysa aanay jirin iimaankiisa iyo dayaanadiisa markuu qiimeeyana uu isleeyahay alayla malaa diintaadu kaaga dayacmi mayso oo raasamaalkaaga ku waayi mayso markaasi niyadiisuna ay tahay madaxtinimada u doonaya an yusliha umuura annaas addiiniya waaddunyawiya arrimaha dadkee diineed iyo adduunya inuu hagaajiyo wa ina yujadu hada alyowm qalla maa yujad midlu hada kaasoo kale in la helo aad bay u yartahay aayaddan ilaahay nebi yuusuf uu ka sheegayna taasay ku fasireen culimadu إني حفيظ عليم وكير معنى عد كلو أقول أنت هذا له أما أمانة هذا لا أيان شرين مركا أنا قوم بأو ما ضوي لا لين كره كيد كراشين كسي أباره وكبحان يس النضد عدك صحابي قلنا علماء واحد هذين إلا عبد الرحمن بن الصمورة النبي جوا كوري ما ضحتني ما هضل بنا إسقى محمر كي بقولي سقى يدي إمام إقدك قوم كي جسيانو تكيو هذا إمام وام محمر النبي جوا كي بقولي wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam markiiba ugu yidhi annagu isaga ayaa qofka keliya ee u mudnaa inuu dadkaasi imaam u noqdo oo imaamka sifaad baa looga baahan yahay saa awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu diray waxaa kaloo ka muuqatay inaanay arrintani madaxtinimo ku dadaal iyo raadinteedaana ka ahayn ee ay ka tahay inuu ummadda si saxa u tukiyo isla markaa ilaahay subxaana wa tacaala diintiisana uu baro oo u sheego marka xaaladda kooban ee dadka maanta laga heli karaaba ay yaryihiin ayay culimada ka soo reebeen inta kale asal waxaa waa madaxtinimo in la raadsadaa inay tahay mid nebigu calayhi salaatu wasalaam u diiday culimada qaarna ay yidhaahdeen waa xaaraan qaarna ay yidhaahdeen waa shay makruuha
معنى هذا لو قف يعني يا تايقف كمسلم كاي إنه كفوا قادو إلى بين سبحانه وتعالى ويدي سنة النوافتشيو سيدا وتشعل يا هاي هي سيدا مثل حد إن يوناجين وكتشرة الدنيا خرابة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.